سجلت مملكة البحرين انخفاضا في إجمالي أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لا تسجيل 2732 حالة قائمة جديدة يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 28815 حالة منها 69 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و16 حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي أربعة آلاف وتسعة عشرة حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى أربعمائة وسبعين ألفا وثلاثة حالة.